مرحبا اهلا وسهلا بالحبيب وفي اعظم العادي وفي العادي هذا فرحك يا وليدي هذا ما كنت استنى فرحوا لك جميع الناس حتى جيتي مع الحنة هذا فرحك يا وليدي هذا ما كنت استنى فرحوا لك جميع الناس حتى جيتي مع الحنة كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء حنا وحناني أيا بياضي حني ونسيدي عالم طايف في وخي كلي منو الخلايف في وخي كلي منو الخلايف وحناني هيا بياضي حني ونسيدي حنا خفيفة في وخي كلي منو الخليفة في وخي كلي منو الخليفة الشالية في وخي كلي منو الدالية في وخي كلي منو الدالية حنا وحناني هيا بياضي حني ونسيدي على الطايب في وخي كلي سيدنا
ان محمد معانا يحضر هذا فرحك يا وليدي، وهذا ما كنت تتمنى من الاغاني الجميله اللي كتكون في طاقه الحنه. شكرا لك حميد الحضري. ونبقاو في العادات والتقاليد ونرجعوا مره اخرى للزينات، زينات العروس، ونعاودوا نناديو تحت صفيقتكم على لاله سعيده ميري. تفضلي لاله، معها غادي نعاودوا نشوفوا زينات ديال مناطق اخرى من شمال المغرب والشرق ايضا. لاله سعيده مرحبا بك مره اخرى. ليك شكرا. شنو كتقترح لنا نشوفو؟ شفنا في الاول الشده الطنجاويه، دابا نشوفو الشده التطوانيه. الشده التطوانيه، يلا تفضل نوفل. عبير ما شاء الله على العروس التطوانيه لاله سعيده، هادشي غزال كيحمق. شنو الفرق ما بين الشده الطنجاويه؟ واخا انا راه تيبان لي شي شويه الفرق، ولكن بغينا نسمعوا من عندك الفرق ما بين الشده الطنجاويه والشده التطوانيه. الوغ الشده التطوانيه الراس هاكي شفتي بالمشيطه، ما كاينش التاج، ما كاينش التاج، وكلشي بالشواك حرين، والشواك حرين وهادو سميرالدا، وتجيب اللبسه نورمالمون اللبسه ديال العروسه تقليديه، هذه فيها 4 بيس، لبسه تقليديه كامله وحتى هي فيها لو فوال، يعني فوال حتى هو لو فوال لو بيلون ديكشي كامل. واللي مشترك كنظن هو انه العروس الطنجاويه والتطوانيه تدخل على رجليها ماشي في العماريه، تدخل على رجليها، حتى هذه تدخل بعينها حانيين، حتى هي تدخل هي الاوليه بوحدها بلا راجل، حتى تجلس عادي يدخل هو والعائله ديالو. هذه التقليد. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، وشكرا لعروسنا التطوانية ما شاء الله عليك. يلا شنو كتقترح لنا لالة سعيدة؟ دابا مشينا من طنجة لتطوان، فين نمشيو؟ للريف. يلا نمشيو للريف، وتحية للناس الريف اللي كيشاهدونا، ونشوفوا العروس الريفية. تفضل نوفل. ما شاء الله هذا الشيء غزال في حقيقة. في أي منطقة مشينا لها في المغرب العروس كتكون غزالة وفي أبهى حلة. من طبيعة الحال لا سعيدة، احنا عارفين باللي في الريف كل منطقة عندها الخصوصيات ديالها وعندها يعني بعض الحويجات اللي خاصة بها، ولكن انت حاولت تقدمي لنا واحد النموذج ديال العروس الريفية. شنو المهم في العروس الريفية خص يكون، ولا شنو في لباسها يعني في الزينة ديالها؟ واحد المنطقة أنا بغيت اخترتها تلبس اللبسة بيضاء ومدخل فيها النقره، ديكشي النقره كامل، هاكي شتيو عندهم واحد السبنيه ديالهم حمراء،
هيدا وحتى هي الشده ريفيه، شده ريفيه بالاكسسوارات بكل شيء، بالبسه حتى هي ديك شيء هكا شتي. عندها ديك العصابه بالحق النقره، بالنقره ماشي بحال كل شيء بالنقره، ماشي ماشي بحال فوالا ماشي بحال الشمال ذهب و تنجاوسي تنجا وتيتوان. تبارك الله عليك، شكرا لعروستنا الريفيه تحت صفيقاتكم. غادي تغادرنا ونكملوا الرحله ديالنا في الزينات ديال الشمال. مشينا كيف ما قلنا من الشمال احنا غاديين للشرق وغادي نوصلوا لوجده من طبيعه الحال. يلا نستقبلوا عروستنا الوجديه. تبارك الله على العروسه الوجديه، حتى هي شكل واحد اخر هذا السعيده، يعني اكسسوارات مختلفين، لباس مختلف. فسرنا شي شويه عفاك هذا اللبسه وتفاصيلها. وي الوجديه تقريبا جات بحال التلمسانيه، التلمسانيه بحال قبيلتي هضرتوا على التلمسان، وفيها اللويس والجهر هابط حتى لتحت كونتريرمون الشده الطنجاويه تكون الجهر غير الجهر غير حابس قبل من السمطه، قبل من السمطه. وعند هذيك لويس شتي كامله لويس لويس، وحتى هي فيها العصابه والشده وديك الشيء. وهاد التخليلات اللي نازلين ولا هاد الحوالق شنو كيتسموا؟ حتى هما ان بو بخي كاملين نفس الزينه، داخلين في الزينه ما شاء الله. في حقيقه فين ما في اي منطقه مشينا تلقاو تفاصيل اللي تتبهر العين. المهم هو ان العروسه ذاك النهار تطلع غزاله وما يكونش بحالها، ما يكونش حتى واحد بحالها. تبارك الله على عروسنا الوجديه، وتبارك الله عليك ايضا لاله سعيده، لانه احنا عارفين بان الزيانه في الشمال ما كتهتمش فقط باللباس، يعني بحال مثلا النقافه في المنطقه ديال في الدار البيضاء والرباط وغيرها. الزيانه في الشمال كتهتم بكل التفاصيل، يعني هي اللي كتهتم بالزينه، يعني بالمكياج بالشعر بالاكسسوارات بكل شيء، كل شيء ميك اب ارتست باللباس لي اكسسوار كل شيء. يلا نقولوا العروسه تجيب غير الراجل صافي. الزيانه كتكلف بكل شيء، حاجه اخرى احنا نجيبوها. الله يعطيك الصحه لاله سعيده، وغادي نختموا معاك هذا العرض ديال الزينات باللبسه ديال الاميره. غادي نعاودوا نرجعوا لطنجه ولا في الشمال تقريبا كله. العروسه ما يمكنش ما تختمش العرس ديالها من غير هذه اللبسه بالاميره. يلا تحت صفيقاتكم، ومعاك استاذ نوفل نستقبلوا العروس الطنجاويه الاميره في اخر لبسه ليها. شكرا لاله سعيده. اللبسه ديال الاميره هي لبسه نقولوا موديرن عصريه، ياك هي باش يتختم العرس. والتحقت بنا بنتك فردوس، تبارك الله عليك فردوس، اللي هي اللي كتصمم الازياء العرايس اللي كتزيني لاله سعيده. ما شاء الله، يعني هذا الخلف في هذا الشيء اللي كتقوم به. ولا الميك اب ارتست عاوتاني فردوس، تبارك الله عليك. كنتمنوا لك مسيره موفقه وتمشي على الخطى ديال ماماك لاله سعيده. اللبسه غزاله بزاف، هذه قلتي هي مسك ختام العرس الطنجاوي. هذه اللي تهز في العماريه، ولاخطر حنا الشده الطنجاويه ما تهزش في الميدا، هذه تهز في العماريه. الله يعطيك الصحه لاله سعيده. شكرا لك اللي جيتي من طنجه وجبتي لنا هاد الزينات كلها. شكرا فردوس، شكرا للعرايسات اللي كانوا معنا، تحيه كبيره لهم مره اخرى الا سمحتوا. وغادي نمشي، ودابا ناخذوا واحد الرساله جميله بغاو يوصلوها جوج ديال الوجوه اللي عندها قبول والاقبال والحب من عند المغاربه. كنتكلم على الصحفي صلاح الدين الغماري والفنانه المحبوبه نوره سقلي. نشاهدوا. وظروف صعيبه كل شيء داز منها، ولكن واخا داك الشيء كانوا الناس
اللي قرروا بانهم يعقدوا القران تاعهم ويتزوجوا في هذه الظروف هذه. القناه الثانيه راها معاكم ديما، ومن خلال البرامج نتاعها غادي تحتفل بكم. كيف غادي تشوفوا هذا الشيء في واحد الشبكه ديال البرامج اللي كتقترحها لكم القناه الثانيه، فبالرفاء والبنين وبزاف ديال الوليدات ان شاء الله، وتقريوهم وتعلموهم حتى هما شروط السلامه والوقايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، الله يجعل كل شيء مبارك مسعود وبالسعادة إن شاء الله، وبالبنات والبنون إن شاء الله. وماشي مشكل واخا جات هاد كورونا هاد 2020 في شي شكل، ماشي مشكل، اللي بقات فيها هنايا واقفة لا في حلقة ما طلعتش في العمارية غطلع إن شاء الله في السبوع في الولدة الأولى ولا في الثانية، الواحد يحقق الحلم ديالو ويعمل شي عراسية وسبوع في وقت واحد. كنتمنى لكم السعادة وإن شاء الله يا ربي يبعد علينا هذا البلاء ويجيب الأفراح والمسرات ديالو. رسالة جميلة ومن القلب قدموها كل من زميل صلاح الدين الغماري ونورتنا لالا نورة السقلي للعرسان الجداد اللي ما كتب لهمش يديروا العرس. شنو تبغي تقول لهم حتى انت عبير؟ كنبغي نقول لهم ماشي مهم العرس، المهم انكم تكونوا فرحانين مع بعضياتكم ومقتنعين بعضياتكم، وباقي الافراح في حلقة لالا نورة باقي الافراح مازال يطلعوا في العماريه في اسبوع ياك. اجيو علاش ما حدنا مجموعين هكذا ما نهديوش حنا للعرسان الجداد واحد الاغنيه؟ شنو نقولوا؟ يا بنت بلادي. يلا بنت بلادي نغنيو للمغربيه بنت بلادنا. Thank you.
الله يعطيكم الصحة. هذه هدية جميلة قدمناها لكاع العرسان والعروسات بالخصوص، لأنه غنينا على بنت البلاد. سي عبد الرحيم السويري، ما سخيناش في حقيقة بهذا الجو ديال الموسيقى، وبغينا مازال نكملوا فيه. احنا معاكم نسمعوا شي حاجة بصوتك. على راسي وعينيا. يلا احنا جينا نفرحوا، علاش لا؟ تفضلوا أستاذ نوفل. محمد كنزي ورسمان صلاه
تبارك الله على السي عبد الرحيم السويري، الاجواء معاه دائما كتكون مليئه بالفرجه وبالفرحه، الله يعطيه الصحه. في الليله سهرتنا المواهب الاستثنائيه دائما حاضره معنا، والفنان فؤاد تيتان حضر لنا بمناسبه الاعراس ولهذه الحلقات الخاصه بالاعراس المغربيه واحد الرسم على الرمال دايزو الكلام، اجيو نشوفوه. I'm
عمل رائع. شكرا للفنان فؤاد تيطان على هذه المجهودات الجميلة وعلى هذه اللوحة الجميلة اللي قدم لنا. نحيوه مرة أخرى إلا سمحتوا. ثاني مرور ليه معنا في الليلة سهرتنا. عبير فقدنا فيها الأمل، قالت لك ما غديرش العرس. أنتم حسن ومحسن ناويين ديروا العرس منين تجوجوا ولا لا؟ إن شاء الله. كتحشم. الشخصية. احنا غير بيناتنا، غير قلنا ما تحشمش. كنبغي نعمل انا كنبغي نعمل شي محاوله، كيقول حتى يبدا هو، لانه هو زيد عليا ربع ساعه تيبدا هو. شنو غادي يبدا العرس ديالو مع تسعود وانت مع تسعود وربع ولا كيفاش؟ هادشي اللي هو كيقول كبير عليا زيد ربع ساعه، فهمتي؟ كبر ربع ساعه. انا قلت له تنجيبو التوام ونجوجو جوج بينا. بصح باغيين نجوجو بتوام. هذا تحية لصفاء. تحية لصفاء وهنا. توما تويمات كيحمقوا الصراحة. في الحقيقة كنفكروا دابا حنايا ما كرهناش زعما الصراحة الله نعملوا عرس مع بعض. واحد بجوجكم. فهمتيني كتجي صعيبة هذيك. ناقصة مصاريف. ناقصة مصاريف. دابا شوف كل واحد كيفاش كيفاش. لا ماشي ناقصة مصاريف. أحسن نعملوا ملي غاد حسن ومحسن غيعملوا عرس. يعني غتكون عراسية كبيرة. جوج تويمات مع جوج تويمات. واش متفقين بعدا على التفاصيل كلها؟ فايت هضرتوا على هذا الموضوع زعما. انا كنفكر غنعمل العرس ديالي في القاعه. كيفاش ديالك انت كتقول جوج؟ لا يعني احنا بجوج فينا، ولكن ما نختلفوش يعني في المغنيين في اللي غيجيب. انا شكون بغيتي يغني لك في عرسك؟ شكون بغيتو يغني لكم في عرسكم؟ انا ليدي غاغا. ليدي غاغا. ليدي غاغا. متفق معاه. شكون اللي خصو العرس كلاس وشكون اللي خصو العرس كلاش؟ لا انا صراحة الله خفني عابر وشيرين. شكرا. ودابا شنو غنجيبو؟ غتجيبو ليدي غاغا ولا عابر وشيرين؟ لا هو قال عابر وشيرين. ايوا هذا خفني الشاب بيلال والشاب نشرة. دراري الشاب بيلال. لا ان شاء الله بنتولي مازال ما متفقينش بزاف على التفاصيل. هو صراحة الله نعطيوكم شي مهلة. لا كل واحد والستيل ديالو. ايوا دونك كل واحد يدير عرسو. ودابا خصنا ننسى. هكذا كنقلبوا على العروسه بعدا وبلاتي. قلبوا على العروسه عاد ديك الساعه ما انا جات الاوليه ما نعقلش عليه. كيما كنتعرف على شي وحده كيديها لي قسما بالله ماشي اول مره. نسك بان ولي عندكم المشاكل كثير. كتلقاني كتقول لي محسن توحش لك وانا ما كتبرغى العائله ما جا مرحبا. هادشي كله غير من الزين اللي عطاك الله ياك. يلا عبير نسمعوا من عندك الزين اللي عطاك الله. اهداء. شكون اللي معايا؟ حسن ولا محسن؟ فين هو حسن؟ هذا محسن. حسن. حسن. انا محسن. حسن. انت تلفتي الحمد لله ماشي غير بوحدي. اذا كيفاش هو كيتلف والعائله ما غاتلفش وغادي عندي؟ يلا عابر العابد غادي تهدي لحسن ومحسن الزين اللي عطاك الله. ميرسي. عطاك الله مثلو ما نلقاه ديما في بالي ونهار وليالي هاد الشي مراه زاد قلبي بجراح هاد الشي مراه زاد قلبي بجراح اجي تويني راني نستنى نعمال زينك هبلني وخلاني مهوال بندير يا للا وكيفاش نعمال علاش هاد الباطل قولي لي عالال اجي داويني راني نستناك يا للا عليك نغير ونحبك كتير يا للا عليك نغير ونحبك
هذيك الحومه اللي كون فيها يا انا اجي داويني راني نسنا عطاك الله مثلو ما نلقى ديما في بالي ونهار وليالي هاد الشمارة زاد قلبي فجرة هاد الشمارة زاد قلبي فجرة اجي اللي عطاك الله واداء جميل العبير العابد تبارك الله عليك. مادام انا كنتكلموا على العرس والعرس في الشمال من بين الحويجات اللي ما كتخطاش اي عرس مغربي من طبيعه الحال هي الحلويات. تكلموا لنا شي شويه على الخصوصيه ديال نبداو معكم حسن ومحسن كاين فقاصه بشكيطو 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 ماشي بشكيطو حيت انا كنقول بشكيطو هكذاك مزيان صحتوا لينا كاين فقاصه اها اللي كتفقص كيف كتفقص داك لا كتفقصك هذا كل منا غنص وغتخليها صح فقصه الوحيده سبحان الله في ما كتخطاش اي عرس مغربي ياك أي... لا غالبا العرس الشمالي يعني في العرس مثلا في الدار البيضاء ما كاينش فقاص ما كتقولوش فقاص وزدتي ولكن فقوصه 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 عندها واحد دوبل هي بعدا واش بحال فقوصه هي بحال واحد الخبيزه صغيره مع الدلب يعني ما عندهاش علاقه بالحلوه اللي ولكن عندها واحد المعنى كبير في العرس بزاف كنستعملوها بزاف الحاج كنقولوا مثلا فوقاش غناكلوا لك فقوصه صافي ديك فوقاش غنجيو للعرس ديالك كيقول كنعتبروها مثلا بحال باسبور مثلا واحد ملي كيكون ماشي للعرس كيقول مثلا باغي يمشي للعرس خصو باش يبين بانه بصح كان في العرس وماشي في شي موطا اخر خصو يجيب فقوصه يعني يعني اللي كيخرج من الدار ديالي الباسبور زوينه هاد الباسبور حاجه واحده تفقوصه الا تفقاصه ولا فقوصه الا كليتيها الا كليتي غير النص ديالها تقطع لك اللحم هنا علاش تقصحها بزاف لا ولكن ولكن الحلاوه ديالها هي انك تقدر تاكلها بوحدها تقدرش فتحها ودهنها اما بزبيده ولا سيله فيها يعني حبه حلاوه فيها غير بحال حنا تنقولوا لها هنايا بحال القريشله ولا بحال يعني غير هي كتكون غير هي القريشله كتكون دايره والوجه ديالها خاوي فقاصه كتكون عامره قرص يعني قرص بنينه ايوا نجيو للشمال ندوقوها منين نديروا العرس ان شاء الله امتى غناكلوا الفقوصه ديالكم سي ان شاء الله قريب قريب يلا نرجع للغناء وهذه المره معايا ثلاثة فقاقص خصنا ثلاثة فقاقص ناكلوهم صح حنا كنتسناو يعول كناني يلا نرجعوا معاك للغناء حميد ونسمعوا منك شمع شمع هي واحد الاغنيه ديال اللي كتبوا لها حنا الخال ديالي الله يرحمه الله يرحمه مات في 1977 يونس الامين العالمي وخلى بعض الاغاني وانا كل البوم كنخرجو كنحاول نعمل فيه اغنيه من الاغاني ديالو باش نعمل له اوماج تحيي الذكرى ديالو باش نحيي الذكرى ديالو
بارك الله عليك حميد، نستمتعوا بالشامة يلا. شفناك من بين وجهك نهار وشعرك ليل، ما تغطيش ابنك من بين وجهك نهار وشعرك ليل، وجهك نهار وشعرك ليل وانا محتار، وجهك نهار وشعرك ليل وانا محتار. ايوا كان العرايش طنجة وتطوان، سولت عليك كل مكان واش ضن نظر وزان، وأصيلة والقصر كبير والحسيمة قصر صغير، وفي الشوان نهار جميل، وفي الشوان نهار جميل، وايه ألوه أشمع وراح الليل، ويه ألوه أشمع وراح الليل، أشمع وراح الليل وتغطى شعرك طويل، أشمع وراح الليل وتغطى شعرك طويل، ما تغطيش ابنك المنديل وجهك نهار وشعرك ليل، شفتك المنديل وجهك نهار وشعرك ليل، وجهك نهار وشعرك ليل وانا محتار، وجهك نهار وشعرك ليل وانا محتار. أشمع ومدي لي يدي، ضميني وخديني لعندك، أشمع ومدي لي يدي، ضميني وخديني لعندك، لا تهجرني لا لا أجواها، لا تهجرني لا لا أجواها، لا تهجرني لا لا أجواها، تهجرني أجواها، ما تغطيش ابنك المنديل وجهك نهار وشعرك ليل، ما تغطيش ابنك المنديل وجهك نهار وشعرك ليل، وجهك نهار وشعرك ليل وانا محتار، وجهك نهار وشعرك ليل وانا محتار، وايه ألوه أشمع وراح الليل، وايه ألوه أشمع وراح الليل، وايه ألوه يا شمع وراح الليل. شكرا لك حميد الحضري، شمع من الاسماء الجميله اللي كنلقاو بزاف ديال الاغاني الجبليه، وهو اسم ايضا فنان عزيز على قلوبنا شمع زاز اللي كانت منها تكون بخير وعلى خير، وكانت منها لها الشفاء العاجل ان شاء الله. شكرا لك حميد. شكراً. وصلنا لنهاية الحلقة، ما سخيناش بكم مشاهدينا، كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا لك حميد الحضري، شكرا عبير العابد، شكرا حسن ومحسن، وتحية أيضا سي عبد الرحيم سويري وكل الفنانين اللي حضروا معنا هذه الليلة. كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بهذا الجو ديال العرس الشمالي اللي حاولنا نخلقوا من طبيعة الحال من خلال هذه الحلقة. مازال غنتلاقاو في حلقات واحدة أخرى ونكتشفوا أجواء وتقاليد أعراس مناطق أخرى في المغرب. تحية كبيرة لفريق عمل الليلة سهرتنا،
شكرا للجمهور اللي تحمل عناء الكمامه وبقى معنا الليله كلها بلاتو الليله سهرتنا. شكرا لكم، شكرا للفرقه الموسيقيه والاستاذ نوفل الفاروقي، وشكرا على وفائكم وتشجيعاتكم مشاهدينا. الختم غادي يكون بواحد التريو جميل غادي يجمع حميد الحضري، عبير العابد، وعبد الرحيم صويري تحت تصفيقاتكم. الى اللقاء. يرجيني واجيني لله لا تخليني يرجيني واجيني ولله لا تخليني وديني معك لطنجة وديني معك لطنجة بلاد ديرة وبهجة بلاد ديرة وبهجة وديني معك لطنجة وديني معك لطنجة بلاد ديرة وبهجة بلاد ديرة وبهجة والناس داخلة وخارجة أمشي على وسط البدرية إلى طولت المدة يلا نمشي والوجدة يلا نمشي والوجدة إلى طولت المدة إلى طولت المدة يلا نمشي والوجدة ما نمشي والوجدة وزيارتها ولا بدة ونوديك وتوديني going on.